بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا، رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ، يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض، يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز، يا مذل يا سامع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم، يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ، يا مقيت يا حسيب، يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب، يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد، يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين يا ولي يا حميد، يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي، يا مميت يا حي يا قيوم، يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا والي يا متعالي، يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك مالك الملك ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني، يا مانع يا ضار، يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث، يا رشيد يا صبور عز جل ذكره، بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا.
ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سامع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد
يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان.